حضور الأطفال في مراكز الاقتراع حدث يتكرر في كل مناسبة انتخابية، حتى بات أنه مثيرا للانتباه لما يضفيه من خصوصية على الأجواء العامة للانتخابات. في مركز الاقتراع بمدرسة الحبيب بورقيبة وسط مدينة قفصة، حضر الأطفال أيضا ومنهم من لون إصبعه بالحبر الانتخابي، فهم لم يأتوا للتصويت بل للمشاركة رمزيا. أنا جيت اليوم لهنايا باش نتعلم كيفاش نرسخوا الديمقراطية في رواحنا، وكيفاش في مستقبلنا كيفاش نجم نطبقوها. المناسبة هي ضربة على المشاركة في الحياة السياسية مستقبلا. والله جبتهم حتى كانوا هما صغار، ما قلت خليني نعودهم شويه معناها بالعقليه نتاع الانتخابات، وعصفوار مره اخرى يوصلوا عيشوها ما يجوش ان شاء الله حيين بخير، قلت لهم يتعلموا معناها. فاطمه التباسي مسنه مقعده، ابت الا ان تصطحب احفادها ايمانا منها بان بناء الوطن مسؤوليه يجب ان تمرر لهم. انا نحب نجي ولدي وذريريتي كل وكنايني، قلت لهم الكل جو بنايتي، هكريت بنياتي الثلاثه ذيك واحده كانت وزوز بنويتي والاخرين ما زالوا جايين. خلف عصوف اعداد كبيره من الشباب عن المشاركه في الاقتراعيه، اما تجنبا عن كل ما هو سياسي او رفضا لكلا المرشحين، فراغ حاول صغار ملأه ولو بحضور رمزي.